أثارت ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري، ومنذ أكثر من عقدين العديد من التساؤلات عن أسبابها وحواضنها والدوافع التي تغذي استمرارها بسبب طغيان منطق القتل والخطف والتدمير على لغة الحوار والتفاهم بين مكونات مجتمع يرتكز على مشروع حضاري عربي إسلامي. كما لاحظنا في الميدان الاكتظاظ الدراسي عن الأطفال يخلي الطفل يهتم إلا بالدراسة واللعب، لا يجد مكان يلعب، خاصة الأطفال الذين لا يشاركون في النوادي. ولهذا الطفل من كثرة الضغوطات التي عليه في المدرسة في الشارع يميل إلى العنف، إلى العنف للتعبير عن رغباته التي والطاقه التي يمتلكها. الان بعض الحلول التي الانسان يقترحها للطفل الذي يكون في النوادي الرياضيه مثل هذه، الطاقه نتاعو نوجهوها للصالح العام لفائدته. ممثل جمعيه ورود الجزائر العريض وليد ماستر انجيني لونفيرونمون، احنا نلاحظوا ظاهره العنف هذه لهم، بصح ما نعرفناش نفرقوا بيناتها، علاش خاطر عندنا عنف لفظي، عنف جسدي، عنف فكري. احنا في الجمعيه تاعنا نحاولوا نقصوا من العنف الفكري، نجدوا الشباب باش يجيوا معنا يدخلوا في طور التعليم، لان الشباب لا يجدون من يصغون اليهم. لذلك يرجى نظر لهذه الظاهره، ظاهره العنف التي عرفت انتشارا عميقا، وذلك بتوعية الشباب والإصغاء إليهم لأنهم يحتاجون إلى ذلك.